هلو. من أكثر الأسئلة اللي بتجيني على إنستغرام شو هو روتيني اليومي بالعناية بالبشرة. طويلة الجملة. Anyways خليني أخبركم شو هو روتين اللي أنا معتمدته حالياً لأعتني ببشرتي بالليل بنهار الصبح كذا، يعني كل شيء أنا بحطه. أنتوا حتفكروا إنه كتير بعمل أشياء، بس صراحة أيام منتج واحد أو منتجين ممكن يكفوا عن 10 إذا كانوا مناح. أولاً خليني أخبركم الصبح بس في بعد ما أشرب نسكافيه وكذا وكذا كذا شو بعمل؟ لا أكشلي قبل ما أشرب نسكافيه، حتى ما أكون كذابة، أول ما شيء بغسل وشي. الغسول اللي بستخدمه يومياً هو هذا من أفن، هو مخصص للبشرة الدهنية اللي ممكن يطلع لها حبوب. أنا بشرتي أساس أساس أساسها دهني، بس مع الاعتناء فيها مع مرور السنين وكذا لأنه اعتنيت فيها منيح هلا صارت عادية. بس دائما لما بستخدم غسول بستخدم غسول لحتى اتفادى انه يصير عندي افرازات وكمان ما يطلع لي حبوب على وشي، بستخدم غسول يكون مخصص لهذا الشيء. انا هذا الغسول صراحه ما كنت متوقعه اني اجربه، بس نصحتني فيه اخصائيه تبع الويب سايت تبع صحتيcare.com. بعد ما بغسل وشي وكذا، الكريم اللي بستخدمه يوميا هو هذا اسمه هاي بيرفورمانس كريم من ماتريسكن. هذا الكريم بيشتغل على اكثر من شغله، بيرطب البشره، بيعطيها نضاره، بيعملها مثل ريجوفينيشن، يعني بيعطيها هي النضاره من جوا، بنفس الوقت بيشتغل على الخطوط والتجاعيد الموجوده على وشنا. بعد ما صرت استخدم هذا الكريم بلا ما اكون حاطه ميك اب، امي بتطلع فيني بتقلي وشك هيك عم بلمح حليانه. يعني هي امي اللي بتشوفني كل يوم، اذا تقلي حليانه معناتها في شيء متغير. اما بالليل بستخدم نفس الكريم اللي بستخدمه الصباح اللي هو ماتري سكن هاي بيرفورمانس كريم، قبل منه بحط هذا السيروم اللي هو عالي بالهايلورونيك اسيد. الهايلورونيك اسيد معروف انه بيساعد على الترطيب، ممكن يحصل على نسبه 1000% من كميه المي. يعني اليوم نحن اذا بدنا نرطب بشرتنا مقابل كل قطره مي، قطره من هذا بيعطينا 1000 قطره مي. ما بعرف اذا فهمتوا الفكره، بس انه بيرطب البشره 1000 مره اكثر. بلشت استخدمه اول الشتاء، كان عندي مشكله انه ممكن منطقه هون الانف كانت كثير عم تاشر عندي، فبلشت استخدمه ما بيزيت ابدا لانه هو مثل مي، يعني بس حطه بخلطه مع نطقه مي بحطه على وشي، البشره بثانيتين بشرتي هيك بتغب المستحضر وبحس هيك في خلص يعني ترطبت بلا ما يكون في جريسي، لانه انا بكره استخدم غراض يعطوني شيء هيك جريسي على وشي. بحط هاد برجع بس ينشف بحط فوقه الكريم 3 مرات بالاسبوع. هذا كان كل شيء، هدول هن المستحضرات اللي انا بستخدمه. ان شاء الله تكونوا استفدتوا لانه عملت هذا الفيديو على طلبكم انتو. اذا في اسئله ثانيه حطوا لي اياها تحت. ما تنسوا تعملوا سبسكرايب على لولياس شانل لتحصلوا على اخر الفيديوهات الجديده لإلي انا ماريلين، وكمان اعملوا لي فولو على انستغرام لتشوفوا اخر الصور الجديده اللي بنزلها وشو بعمل بحياتي اليوميه، وعملوا سبسكرايب على التشانل تبعيتي على اليوتيوب كمان لتشوفوا فيديوهات لإلي. بحبكم.